انظروا كيف يتم الرسم على القطع الحديدية بواسطة هذه الأداة. هكذا وكما ترون يتم لحام القطع بواسطة القصدير. يمكنكم أن تشاهدوا كيف يتم تعبئة هذه القطعة الزجاجية بهذه المادة الشفافة. شاهدوا كيف تعمل هذه المسننات داخل الموتور وكيف تتحرك. عند رفع هذه السيارة بهذا الشكل لن تتأثر، انظروا إلى انسيابيتها. يقوم هذا الشاب هنا بوضع هذه المادة وإغلاقها بعد ذلك باستخدام هذه القطعة الحمراء. يجب عليك دوما تفقد الفلاتر وتغييرها. انظروا إلى هذه العجانة الرائعة وكيف تقوم بحشو هذه القطع بهذا الشكل. انظروا إلى طريقة التنظيف الرائعة بواسطة هاتين القطعتين. هذه قطعة رائعة لدمج القطع الحديدية ببعضها البعض كما ترون. شاهدوا هذه الأداة والتي تساعد على فك وربط أي قطعة اسطوانية. هنا هذه الرافعة الهيدروليكية تقوم برفع هذه الحجارة والتحكم بها بشكل مميز. يمكنكم أن تشاهدوا طريقة اللحام وتعبئة الفراغات كما ترون. هنا يتم تنظيف هذه الثقوب المتسخة بواسطة المياه. شاهدوا هذا العرض الرائع. تستطيع الحصول على رحلة رائعة على متن هذا القارب بدائي الصنع. يمكنكم أن تشاهدوا أحد عروض الفيزياء المميزة وكيف يطفو هذا المغناطيس في الهواء. تقنية رائعة لإنزال المياه، فبعد أن تضع الخرطوم قم برجه بهذا الشكل لتنزل لك المياه كما ترون. هنا بواسطة هذا المكبس يتم لحام هذه الأسلاك مع قواعدها. يمكنكم أن تشاهدوا هذا التصميم المرعب والمميز لهذه السيارة الجميلة. إنها بالفعل رائعة جدا. شاهدوا هذا المغناطيس القوي والذي يقوم بسحب الحديد عن الحجارة، فبعد أن يتم سحبه بالمغناطيس هذا الناقل يقوم برميه على الجهة الأخرى. هنا يتم جلب هذا الدلو وملئه بهذه المادة. انظروا كيف تنزل وتمتلئ بهذا الدلو. يبدو شكلها مثيرا حقا. شاهدوا كيف يتم تحويل الذرة إلى سناكس. لن تصدق أن هذا المجفف قام بتشغيل هذا الموتور. بعد عملية اللحام تتكسر الطبقة، فانظروا كيف تصبح. يتم هنا تشغيل هذا الموتور والذي سيعمل على جر هذا القارب. انظروا إلى طريقة الديناميكية في التشغيل.
انظروا كيف يتم طرق بالمطرقة على هذا القصدير حتى يتم تعدينه بهذه الطريقة المميزة. يتم هنا بالبداية وضع هذه المادة حتى يتم إغلاق الثقوب كما ترون. انظروا كيف يتم الأمر. هنا يتم وضع هذه المادة على هذه الأرضية حتى يتم سد الثقوب بالكامل. انظروا كيف يتم الأمر. هذه الأداة الرائعة تم ابتكارها لتقشير الذرة. للوهلة الأولى ستظن أن هذه القطعة هي بلورة زجاجية، لكنها كما تشاهدون هي مجرد مقلاة. هذه الآلة المميزة تقوم بتحويل أي شيء إلى فتات بهذا الشكل. يمكنكم أن تشاهدوا هذه الطريقة المميزة والمبتكرة لقص الزجاج. يمكنكم أن تشاهدوا هذا الخنزير المتسخ وكم هو خجول أمام الكاميرا. جرار رائع لعملية تقليب التربة. لنرى معا استعراضا رائعا لهذا المصباح القوي. في البداية يتم جلب ضوء السيارة، وهنا بعد إطفاء ضوء السيارة يمكنكم أن تشاهدوا ضوء المصباح القوي وكيف أنار هذا المكان. يبدو أن الشخص الذي يقوم بتقشير الأرض مستمتع للغاية بهذا الأمر. انظروا إلى مغسلة السيارات هذه وكيف تقوم بالتنظيف بشكل مميز. نعيد هذه الأداة المميزة لتقليب التربة كيف تعمل. إذا كنت تواجه مشكلة من نفس النوع فيمكنك أن تستعين بهذه الفكرة حتى تقوم بلف الأسلاك بطريقة مميزة. يقوم هذا الشاب هنا بلف هذا السلك المعدني على هذه القطعة الخشبية بواسطة هذه الأداة. هنا تم لحام هذين المقصين مع بعضهما البعض حتى يتم قص رأس الثوم بهذا الشكل.